في البداية نتبناها ثقافة اقتناع ونؤمن بها، وإذا كان لدينا ملاحظات علينا أن نبديها حتى لا نسلم يعني بها دون أن نقتنع، لأنها بعد ذلك إذا اقتنعنا ستتحول إلى سلوك، وهذا هو المهم، أن يرى الناس ما نقوله في جلساتنا وفي مؤتمراتنا سلوكا يطبق على الأرض. أعتقد أن هذا هو المهم. نحن في حاجة إلى عمل كثير، والمشوار طويل جدا، وأحتاج إلى الصبر، لأن هناك كثير من المشاكل المتراكمة، نظرا لأنها لا تعالج أو تعالج بطرق خاطئة تجذرها أكثر من أن تعالجها. عينك على العالم.